سامحكم الله. يقول في آخر أسئلته فضيلة الشيخ: في دعاء الركوع والسجود لفظة وبحمده، في أي كتب الحديث جاءت هذه اللفظة؟ لأنني سمعت بعض الناس يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده، ولم أجد هذه العبارات كما أوردتها لكم كاملة في مثل كتاب الأذكار النووي والكلم الطيب. أرجو إفادتي عنها، هل هي جائزة أم لا، وفي أي كتاب وردت؟ أما الجواز فهي جائزة لأنها نوع من الذكر وإكمال لهذا الذكر، وأما المرجع فعليك بمراجعة الصحاح من كتب السنة، صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربع. نعم.